حدثنا احمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب وبينما انا نائم البارحه اذ اتيت بمفاتيح خزائن الارض حتى وضعت في يدي قال ابو هريره فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتقلونها